تطلب الزوجة الرخصة من زوجها أن تذهب إلى الدرس ولو لمرة في الشهر، والزوج يرفض ذلك، يقول ما نصيحتكم لنا؟ إيه نعم، لا تخرج إلا بإذني، لأن خروجها للدرس مستحب، وخروج وطاعة زوجها هذه واجبة، لا سيما إذا كان بقاؤها في البيت لمصلحة تربية أولاد أو لحفظ البيت أو غير ذلك. نعم.